دلوقتي ناخد حضراتكم ونتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. نبتدي مع الدولار الأمريكي، سجل سعر الشراء 19.61 قرش وسعر البيع 19.68 قرش. أما اليورو فسجل 19.41 للشراء و 19.49 للبيع. الجنيه الاسترليني سجل بيع 22.32 قرش وسعر الشراء 22.23 قرش. الفرنك السويسري سجل سعر البيع 19.93 قرش، أما سعر الشراء فسجل 19.48 قرش. نروح لليوان الصيني، سجل سعر الشراء 2.75 قرش، أما البيع ف 2.76 قرش. الريال السعودي شراء 5.21 قرش والبيع 5.23 قرش. الدينار الكويتي 63.59 للبيع، أما الشراء 63.26 قرش. درهم الإماراتي فسعر الشراء 5.33 قرش والبيع 5.36 قرش. أما نتكلم بقى عن أسعار الذهب النهاردة، فعيار 18 سعر السوق سجل 939، عيار 21 1095، عيار 24 1252، أما الجنيه الذهب النهاردة فب 8800 جنيه. طيب خلينا نروح مع حضراتكم بقى في جوله كده سريعه حول اخبار الطقس النهارده. ويمكن من امبارح كلنا لاحظنا انخفاض شويه في درجات الحراره. النهارده الطقس هيكون حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وكمان هيكون في نشاط للرياح بالليل على بعض المناطق، وده بيقلل احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. درجه الحراره في القاهره النهارده هتكون 32، واعلى درجه حراره هتكون موجوده في ابو سمبل 42، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين هتكون 17. هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل الطقس لكن بعد شوية.